لا يوجد شيء مستحيل، ولكن لم تنضج الحالة والأمور بعد كي نصل إلى حل مستدام، خاصة وأن الجبهة الإسرائيلية وشركاء الاحتلال الأمريكان يعني يريدان الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين الرهائن ودون دفع أي استحقاقات أو أثمان سياسية من أجل هذا الوصول، أو يحاولون فرض رؤاهم المتعلقة فقط بتبادل الأسرى دون وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب، وهذا ليس حلا في مثل هذه الأمور المعقدة. والجيش الإسرائيلي على الرغم من القوة العسكرية الهائلة التي يمتلكها إلا أنه يتكبد الخسائر اليومية ولم يعد لديه أهداف بحقيقة الأمر كي يحققها، وبالتالي الأمر والمشهد معقد بالنسبة يعني الجناح العسكري في حكومة الاحتلال، وقد يعني أبدو ذلك للحكومة، وإحدى النقاط الخلافية ما بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء، وهذا فضلا على عن الجهود يعني الأوروبية الضاغطة على الحكومة الإسرائيلية وضغوط الشارع الأوروبي والوسطاء العرب. هذا يعقد المشهد بالنسبة لنتنياهو ويضعه أكثر في مواقف ليست في صالحه بأي حال من الأحوال، خاصة وأن الأهداف أو بنك الأهداف التي يمكن أن يعمل عليها عسكريا لم تعد موجودة، وتحول الأمر إلى حرب عصابات واستنزاف. لكن سيد أحمد، حضرتك الآن تقول المشهد معقد وهناك تضييق على نتنياهو من هذا الأمور، لكن بالرغم من ذلك يعني نتنياهو من أول ما بدأت الهجمات أو العملية العسكرية لإسرائيل ما زال مصرا على نفس الأهداف ويؤكدها في كل مرة. ببساطة شديدة هذا الرجل يتهرب، يشتري الوقت ويتهرب من المساءلة القانونية التي تنتظره من أجل 4 قضايا فساد متهم بها في الدولة الإسرائيلية، فضلا عن قضية 7 من شهر أكتوبر والفشل العسكري الذي يتحمل هو بوصفه رئيسا للوزراء المسؤولية الأولى والأكبر في هذه المسألة، وبالتالي يعني طوق النجاة الوحيد والمسموح يعني بين يديه أن يبقى ويستمر في العملية العسكرية. وأقول لك أكثر من ذلك، حتى لو تمت هناك عملية سياسية تفاوضية وصفقة ما في قطاع غزة، سينقل مسرح العمليات إلى الضفة الغربية، وهو ما يتوافق تماما مع حلفائه المتطرفين بن كفير وسموتريش، ولديهما خطة يعني مكتوبة وحاضرة وهي خطة الحسم، وبدأوا بالتنفيذ فعليا فيها في الضفة الغربية. وما يحدث حقيقة في الضفة الغربية هو بدء فعلي لنقل العمليات إلى ساحة الضفة، لأن يعني الاستهداف الحاصل في مناطق شمال الضفة الغربية لا يوحي على مجرد عمليات جراحية، هذه عمليات تستهدف البنى التحتية وتستهدف البنى الاجتماعية، وتقول أو تحاول أن تقول بأن المقاومة بأي شكل من الأشكال لن تجدي نفعا، بل ستأتي بمزيد من الضغوط العسكرية، وهذا في الذهنية الفلسطينية غير مقبول، لأن الذهنية الفلسطينية هي ذهنية وهوية تحررية يعني في طيب سيد أحمد، عذرا على المقاطعة، نعم حضرتك تحدثت عن ما يجري في الضفة الغربية وما يرسم لها، أين السلطة الفلسطينية من هذا المخطط كما تقول حضرتك؟ وأيضا هناك يعني صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت أن إسرائيل تحدثت عن نموذج تجريبي لإدارة غزة ما بعد الحرب، يعني هل من الممكن أن تقبل أيضا السلطة الفلسطينية بهكذا سيناريو في غزة؟ يعني خلينا نميز ما بين أمرين.
موضوع ملف غزة وسلطة يجربوها ليجربوا ما يجربوا وسيفشلون في نهاية المطاف، لأنهم لن يجدوا فلسطيني واحد قادر على التعاطي معهم كما يريدون. هم يريدون عملاء لهم ووكلاء لهم، ولن يجدوا هذه الجهة بأي حال من الأحوال، ولن تقبل أي جهة فلسطينية، وليس هناك جهة فلسطينية بالأساس حتى عشائرية تستطيع أن تتحكم على الأرض في قطاع غزة. ولذلك هم فكروا في قضية تقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة، وحتى الـ 24 منطقة لن يستطيع أي بأي شكل من الأشكال أن يفرض عليها أحد سطوته أو حكمه من العشائر أو من الوجهاء الموجودين في قطاع غزة. فهذا مشروع جرب في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي وفشل، وهو ما كان يسمى في الضفة الغربية بروابط الكرة. نعم. أما عن السلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة بالأساس أتت إلى الأراضي الفلسطينية في عملية تسوية سلمية، وهي ليست دولة ولا تمتلك المدرعات ولا الجيوش ولا الطائرات. وما يريده الاحتلال وما يريده الجناح المتطرف بالأساس من السلطة الوطنية أن تدخل معه في مواجهة عسكرية كي يعيد إنتاج ما حدث في الانتفاضة الثانية، ويدمر كل مؤسسات السلطة تحديدا الأمنية. بل على العكس وأكثر من ذلك، هذه المرة لن يكون مجرد تدمير لمؤسسات السلطة، بل سيتخطى الأمر ذلك إلى تدمير شامل كما يحدث في قطاع غزة. سيد أحمد، أنا أسأل سياسيا دبلوماسيا، كيف تتحرك السلطة الفلسطينية؟ سياسياً نعم، تتحرك السلطة، وأكثر من التحرك ليس فقط على الجبهة الخارجية. اليوم يعني أمين سر منظمة التحرير توجه إلى الدوحة العاصمة القطرية كي يعني تكون هناك حالة من المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولو على الحدود الدنيا الوحدة الوطنية يجب أن تتجسد. نعم. بهذا المنطق ذهب الرجل ليحاول أن يصل إلى صياغة نستطيع من خلالها أن نوحد الموقف الفلسطيني أمام العالم، وفي المقابل الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على الساحة الأوروبية. ولذلك أصلا وبالأساس يجب أن ننتبه ونستمع جيدا لما يقوله قادة الاحتلال. سموتريش يقول لأن السلطة الوطنية تتحرك دبلوماسيا حول العالم سأعاقبها، وكل دولة تعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو بالدولة الفلسطينية سأنشئ باسمها مستوطنة جديدة، سأصادر الأراضي. وهذا معنى من المعاني، يقول بأن هذه الحكومة المتطرفة لا تريد كما قالها نتنياهو حمستان، ولا تريد فتح السن، ولا تريد أي كينونة فلسطينية تستطيع أن تدفع إلى الاستحقاق السياسي المرتبط بحل الدولتين وبإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967. وهذا يقوله بشكل واضح وصريح تحديدا لدى الجائزة الكبرى وهي الضفة الغربية التي تسمى في المنطوق الديني يهودا والسامرة. هذا المعنى هو يقول ويعلن ذلك أننا لا نريد دولة فلسطينية بأي حال من الأحوال، وبالتالي نعم سيد أحمد. السلطة الوطنية تحاول وتجتهد قدر إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية. نعم، من رام الله أحمد زكارنا كاتب ومحلل سياسي، شكرا لك.